تندفع على بركة الله ختام أشواط الحفل 55 خيل الثلاث سنوات فأكثر شوط مفتوح الدرجات شوط التكافؤ حتى تصنيف 65 للخيال المتمرنين وانطلاقة. هنا نشاهد على ما يبدو متوسطة السرعة من يبدأ السباق من الخارج عاد ابن فيرست ديفنس بشعار محمد آل شكوان مع محمد اليامي، فيما نشاهد أيضا المحاولات إلى ثاني المراكز من ناشئة. أكثر الأسماء انتصارات في هذا الشوط بأربعة انتصارات تحاول بجوار السياج ابنة كازينيو هوست بشعر خالد الفرماوي مع إياد الطريسي، فيما نشاهد أيضا تحرك قوي لأبو غادة ابن هيلستون بشعر حسين العذيقي مع خالد الميموني، أيضا المحاولات جارية من ملح بارود ابن نو أدفانتج بشعر سعد مدهش سهلي بشعار مع الخيال تركي العوفي، وايضا قدوم لعاش بن علم من الخارج بشعار الابيض لابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. رباعي خط الانطلاقه هنا نشاهد ناشئه من الخارج المحاولات القويه تاتي، هنا نشاهد في هذه اللحظات لعاد ابن فيرست ديفنس الذي يحاول الانطلاق في هذه الاثناء مع ابو غاده الذي يحاول الى ثاني المراكز، فيما اشاهد ايضا دفع قوي من قبل سلمان الرشيد لتاج العروس ابن مثيب مع الدخول للامتار الاخيره. هنا عاش الى المركز الاول عاد ابن فيرست ديفنس الى المركز الاول، تاج العروس يندفع بكل قوة من الخارج ومحاولات أيضا من قبل يزيد الخير بن مشاغب للمركز الثاني الذي بدأ بالتحرك بكل قوة، وتاج العروس يوسع الفارق ويبتعد مع سلمان الرشيد. تاج العروس في ظهوره الثاني هذا الموسم يبتعد 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 بالمركز الأول ابن مثيب ولم عشان ثنية، تاج العروس يضيف الفوز الثاني في سجله السباقي ويظفر بختام أشواط الحفل الخامس والخمسون. تاج العروس هذا المهر الأدهم، الحصان الأدهم البالغ من العمر 5 سنوات يسجل